السنة اللي فاتت كانت أحسن من السنة دي كتير، كان في زبون وكان في ناس بتشتري، لكن الغلا السنة دي ما خلاش حد خالص، ما فيش شراء زي ما أنت شايف كده، البيع موقفة هي تخسر على الفلاحين. لا نشتروا الضحية، يعني السنة اللي فاتت كنا بنشتروا العجلة بتاع الضحية ب 13,000 جنيه، السنة دي ب 23,000 جنيه، أسعار خيالية فوق ما تتصور السنة دي بالذات، مع إن العلف غالي والأكل غالي.